بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله هنشرح محاضرة سادسة، محاضرة عنوانها Anomaly Detection. فكرة المحاضرة دي إن أنا إزاي بديتكت الـ Outliers، إيه أنواع الـ Outliers اللي ممكن أعملها ديتكت، إيه الـ Methods اللي بستخدمها عشان إيه أديتكت الـ Outliers دي. تمام، وأولا هيبتدي بقى Introduction نظري كده، يقول لك يعني إيه Outliers. Outliers هي الحاجة اللي الـ Behavior بتاعها مختلف عن باقي الـ Point. يعني مثلا Point في جراف، مثلا البوينت كلها مثلا كده، ماشي، في بقى بوينت كده، البوينت دي البيهيفير بتاعها مختلف عن ايه، عن باقي البوينت دي، فدي تعتبر اوتلاير. ماشي، دي فكرة الاوتلاير. تمام، بيقول لك ايه بقى ممكن اسباب الاوتلاير. هي اسباب ما تهمناش قوي بس ممكن نقولها، مثلا السنسورز اللي بتجمع الداتا بتاعتي مثلا، فجمع الداتا بشكل غلط، الداتا مثلا وهي بتتبعت او هي بتتخزن حصل فيها مشكله، فدي غيرت في الداتا نفسها. ممكن يكون في باج اصلا وانا مش شغال على الداتا دي، ممكن الداتا تكون داخله غلط اصلا ففي اوتلاير، او ممكن تكون هي فعلا اوتلاير داتا حقيقيه اصلا. بس انا هنا مش هيهمني اسباب الاوتلاير، لان اسباب الاوتلاير كتير جدا. ماشي، اللي يهمنا بس ازاي هنتعامل معاها وهنعملها ديتكت ازاي وايه انواعها. يعني ماشي، انواع الاوتلاير عندنا بوينت وكونتكست وكولكتيف. بوينت اللي هي بوينت في جراف اللي هي زي دي، ماشي، فهي بوينت مختلفه البيفر بتاعها عن باقي البوينت اللي عليها. يعني بص، البوينت دي كلها في كلاستر، بوينت دي كلاستر، بوينت مثلا كي 2 دي او او 2 و او 1 دي اوتلاير البيفر بتاعها مختلف، فدي بوينت. النوع الثاني هو الكونتكست. كونتكست يعني ايه؟ يعني الداتا كانت ماشيه مثلا، تمام، فجأة وقعت من غير أي إيه إنذار قبل كده، وقعت فجأة على طول، اتغيرت فجأة، فدي تعتبر أنومالي ديتكشن. طب هل دي تعتبر أنومالي ولا لأ؟ لأ، لأن هي نزلت طبيعي بشكل سموث، نزلت عادي، نزلت 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 وطلع عادي، ده الشكل الطبيعي. لكن هي أصلا كانت طالعة عادي وفجأة إيه نزلت. هو هنا بيعرض درجة الحرارة في مدينة موسكو تقريبا من علينا. المهم هو بيقول ان درجه الحراره كانت بتقل 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 وزادت عادي يعني، بس بيقول لي بقى في فجاه ان هي كانت بتزيد 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 وفجاه قلت خالص. تمام، فدي حصل حاجه فجاه، فدي تعتبر انومالي ايه، كونتكست. ماشي، طب تالت نوع بقى، تالت نوع اللي هو الكولكتيف. الكولكتيف ده بيكون عباره عن سيكونس، سيكونس من الداتا في حاجه غلط. يعني ده الداتا ماشيه بشكلها الطبيعي، ده شكل ده شبه ضربات القلب، ماشي، فلما الداتا دي في سيكونس، سيكونس ده من الداتا ده سيكونس سيكونس شغال ورا بعضه بشكل غلط، بشكل غلط، ده كده يعتبر اوتلاير. الحاجات دي ممكن نعملها ديتكشن، زي في ضربات القلب، لما القلب ضربات القلب بتبقى بالشكل ده بيبتدي يحصل انذارات عشان ما حد ايه موجود يسمعان، بس فدي يعتبر ايه انومالي يعني اوتلاير. اوكي، طب ايه الاوتلاير احنا هندرسها في مرحله البروسيسنج زي ما خدنا قبل كده، سواء بشيلها او بسيبها على حسب انا محتاجها ولا لا. ماشي، هنسيب بقى في الامثله وكده. طب ايه ابلكيشنز عن على الاوتلاير ديتكشن؟ ممكن امثله كتير، يعني اشهر مثال معانا ناخده على طول تحت، مثلا مثال الكريدت كارد. يعني مثلا انا عندي مثلا واحد بيسحب $15 مثلا في الشهر مثلا، ماشي، بعد كده سحب 12، بعد كده سحب 18، جه في مره سحب 500. 500 ده رقم كبير جدا اوتلاير بالنسبه لباقي الحاجات اللي كان بيسحبها. يعني هو كان بيسحب على طول 15 12 18 20 48، ارقام عادي في الرينج بتاعها قريب من بعض، في بوينت عالي جدا 500، فدي اصلا ايه حاجه تشككني، ممكن اصلا يكون حد سرق الفيزا كارد بتاعته مثلا. فانا هنا اعمل ديتكت، يعني انا هنا ده بيبقى شغل البروجكت بتاعي، ده الجول بتاعي ان انا شغال على اوتلاير. فانا هنا مثلا مش لقيت اوتلاير او مطنشها او عامل لها ريموف، لا، انا ممكن اصلا ده يكون الجول بتاعي بتاع البروجكت. هو هنا ايه بيشرح لنا الفكره دي. وممكن بقى نستخدمه برضه في حاجات تانية، في الهيلث كير، يعني اللي هو التطبيقات الطبيه برضه، زي برضه اللي هو مثال بتاع عضلات القلب لسه قايلينه. ممكن نستخدمها في الايمج بروسيسنج، البيكسلز وكده، ممكن نستخدمها في اي حاجه. فكره الاوتلاير يعني ان احنا نعملها ديتكت. ماشي، ممكن هنا برضه في المثال بتاع الستوك، لو مثلا شغال في ستوك وفي حد مثلا جه غير في الداتا، فانا هعمل ديتكت ليها. بس يعني فبجد الاوتلاير ممكن نعملها ديتكشن، وفي ابلكيشنز كتير شغاله على الحته دي يعني. ماشي،
هي بس الانترودكشن بس نظري يعني، لكن حاجه زي كده اعتقد مش هتتذاكر، هي هتتقري بس تتفهم. ماشي، بيقول لي ايه انواع الـ anomaly detection؟ ممكن تكون supervised، يعني ايه؟ يعني مثلا مديني داتا بيقول لي الحبه دول اوتلاير الحبه دول مش اوتلاير، فابتدي اشتغل عليهم واعمل ترين اللي هو الداتا ليبلد بتاع الداتا ليبلد، اوكي؟ فانا عارف مين اوتلاير مين مش اوتلاير. طب هل ده اصلا بيحصل دايما؟ لا ده مش بيحصلش، بيكون معايا داتا عادي بتكون unsupervised، انا مش عارف ان اوتلاير اصلا، عارف مين ان اوتلاير. ابتدي اشتغل عليه اعمل كلاسترز والشغل بتاعي والستاتستكس والكلام ده كله عشان يدكت الاوتلاير، تمام؟ بيكون في عندنا بقى نوع تالت اللي هو السيم سوبرفايز، اللي هو بيكون حبه ليبل حبه انا عارف ان هو اوتلاير والباقي الداتا اصلا ما اعرفش عنها حاجه. ماشي؟ طب ايه الميثودز اللي ممكن استخدمها عشان اعمل ديتكت الاوتلاير؟ احنا خدنا حاجات كتير جرافيكال زي ايه؟ كنا واخدين سكاتر بلوت، كنا واخدين البوكس بلوت، كنا واخدين برضو الهيستوجرام، كل الحاجات دي بديتكت بيها الاوتلاير. ممكن اعملها ديتكت برضو بالستاتستكس زي ما كنا واخدين بالاي كيو ار ستاندرد ديفيشن، الكلام ده كله ممكن اعمل لها برضو ديتكت برضو بحاجه جديده ممكن ما نكونش عارفينها اللي هي الديب سكان. احنا خدناها قبل كده برضو، هي الديب سكان بتعمل داتا في كلاسترز، بس الداتا في كلاسترز والداتا اللي هي اوتلاير بتعمل لها اجنور بتطنش. ماشي، فانا ممكن ديتكت بيها الاوتلاير، هناخد هنشرحها في الاخر برضو، تمام؟ وانا برضو بعيد نفس الطريقه، يعني ايه اوتلاير؟ اوتلاير اللي هي الداتا البيهيفير بتاعها مش نورمال، عن مختلفه يعني عن باقي البوينتس، يعني مثلا البوينت المعموله دايره الاحمر مختلفه عن باقي البوينت اللي جوه الكلاسترز، اوكي؟ ماشي، ودي الطرق اللي بنعملها ديتكت بيها، اللي هي الجرافيكال والاستاتستكس والديب سكان اللي هي الدنسيتي بيزد. ماشي، اول حاجه ناخد الجرافيكال. احنا الشكل ده حفظناه تقريبا كل محاضره بنتكلم فيه، اللي هو بتاع الاي كيو ار. ماشي، لو بحسب ال Q2 الميديان وال Q1 وال Q3 وبحسب اللي هي ال point ال outlier، وهنشوف ال IQR بتاعي بيحسبه ازاي وال point ال outlier يعني ايه بعملها detect ازاي. بس مشكلة يعني ال box plot ان هو بياخد وقت كبير، لان انا بشتغل على كل كولوم لوحده. انا مثلا عندي 300 كولوم في الداتا، عندي داتا كبيرة، هبتدي اشتغل على كل كولوم لوحده، فده بيضيع وقت، بياخد وقت كبير. سبجكتيف ان هو معتمد على الداتا اللي جايه لي، على الاوبسرفيشن اللي هي جايه لي، فده بيسبب لي مشكله ان انا ما عنديش قانون ثابت ممكن اديكت بيه مين اوتلاير ومين مش اوتلاير، اوكي؟ بس دي يعني ايه ممكن تكون عيوب يعني في البوكس بلوت، بس هناخد الطريقه يعني. احنا خدناها اوريدي وهتبقى مشروحه برضه في مش في السلايد دي، السلايد بعد كده. الستاتستكس بقى زي ايه؟ زي حاجه اسمها جرابس تيست وحاجه اسمها البوكس بلوت. ماشي، هو التيست الاولاني ده بتاع الجراب ده بيشتغل نفس الكلام، بيحسب ستاتستكس بناء على المين وعلى الستاندرد ديفيشن، وهناخد الايكويشن بتاعته وهناخد عليه مسائل كمان، والبوكس بلوت برضه هناخد عليه مسائل. ماشي، والاثنين بيشتغلوا على ايه؟ على كولوم واحد. ماشي، اللي هو الجرابس تيست بقى ناخده بتاع عالم كده. ماشي، اولا هو بيحسب ايه؟ بيحسب الجي لكل بوينت، البوينت اللي انا شاكك فيها اللي عايز اعمل لها تيست. ماشي، بطرح البوينت دي اللي هي الاكس ماينس المين بتاعي على الستاندرد ديفيشن، انا كده كده جبت الجي بتاعي، تمام؟ واقارن الجي اللي انا لسه جايبها، اقارنها بقيمه كده جايبها من الجدول، معنى الايكويشن الغريبه دي كده، قيمه جايبها من التي تيبل اللي احنا عارفين ان هو كنا واخدين في الاستاتستكس، بقارنها ايه بالقيمه دي، لو طلعت اكبر منها يبقى كده ايه هي اوتلير، لو طلعت اصغر منها يبقى كده مش اوتلير. ماشي، هنا بعيد تاني ان هي بتشتغل على كولوم واحد. الستبس بقى قلنا برضه هناخد البوينت دي نفرحها من مين؟ بنسمع على السنجل ديفيجن، وهنقارنها بالجي اللي جاي من التيبل. ماشي، احنا مش علينا الايكويشن اللي هو ايه بتاعت التيبل دي، يعني لو في حاله انها جت فهتيجي القيم بتاعت التيبل، انا بس هعوض. بس هناخد برضه عليه مثال، دي الخطوات هنقولها احنا بنشرح يعني. ده التي تيبل. ماشي، ده اللي المفروض ببص منه يعني، بس ما اعتقدش يعني هيجي، لو هيجي هيجي البوينت على طول. نشوف اكزامبل بقى زي اللي بيجي، مديني بوينت 3 و3 و6 و8، مديني عموما يعني 5 بوينت، طول 5. ماشي، بيقول استخدم الجي تيبل،
اوكي، ويعمل تيست ل 86 86، عايز يعملها تيست يشوف اوتلير ولا لا. فخطواتها هعمل ايه؟ امسك الايه، اول حاجه لازم احسب المين والستاندرد ديفيجن للداتا دي، ماشي؟ فيحسب اول حاجه المين، ماشي، حسب المين جمعهم وقسمهم على عددهم طلعت 3.98، ماشي، ده المين حسب الستاندرد ديفيجن طلع 1.6، تمام. فانا كده هعوض في القانون بتاعي اللي هو الجي بتساوي ايه، تساوي الاكس ماينس الاكس بار اللي هي المين على الايه، على الاس، ماشي. تمام. فانا هطرح ايه، هطرح ال 6.8 اللي عايز اعملها تيست ماينس المين، اوكي، واقسمه على الايه، على 1.6 اللي هي الستاندرد ديفيجن بتاعي، تمام، طلعت 1.76، دي الجي بتاعتي، تمام. طب انا عايز اضيف قيم التيبل اقارن بيها، هجيبها ازاي؟ دي اولا الجي، تمام، عشان ما ننساش. بشوف الان بتاعتي بكام، الان بتاعتي بكام، انا عندهم كام، عندهم 5 صح. فبص على التيبل بتاعي، مين القيمه اللي مساويه للخمسه، اللي قدام الخمسه، ايش، بص على الخمسه مين القيمه، 1.67، ماشي. فانا الجي بتاعت التيبل 1.67، ماشي. هل 1.76 اكبر من 1.67؟ هي اكبر منها، فتعتبر اوتلاير، فعملها دروب بس. فانا كده عملت لها تيست وعرفت انها اوتلاير. ده الطريقه يعني بتحل كده المساله دي. ناخد عليها مثال كمان للتاكيد، عايز تشيك هي اوتلاير ولا لا، ماشي، وعايز تشيك سمولست فاليو، يعني عايز تشيك اصغر حاجه اللي هي انا بالاربعه يعني، ماشي. خطواتك ايه في حل المساله؟ اول حاجه احسب مين، هيحسب المين عادي، تمام، حسب المين طلع له ب 10.3، ماشي. بعد كده احسب ستاندرد ديفيجن طلع 3.78، تمام. هنطرح الاربعه دي من المين، بس بيجيب بس الابسوليوت عشان الموجب، بس دي نسيت اقولها، خلي بالنا منها ان احنا بنجيب الابسوليوت يعني عشان ما يبقاش فيه كده مثال. ونقسمه على الايه، على ستاندرد ديفيجن، طلع 1.67، تمام. اشوف بقى ده، انا كده حسبت الجي بتاعي، الجي بتاعتي، عايز اشوف الجي بتاعت التيبل عشان اقارنه. الجي بتاعت التيبل هو ايه اللي كام؟ وانا مش مديني تيبل، بس هو كان في تيبل فوق ممكن نبص عليه، هو قال لي بس عند الالفا بتساوي 5%، ماشي. هو كاتبها ولا مش كاتبها؟ هو هنا كاتبها لي ان الجي تيبل ب 1.88، اللي هي 1.8، لو طلعنا في الجدول فوق هنلاقيها، بس هو مديني هو الجي بتاعت التيبل اهو، هو كاتبها لي 1.8، تمام. فهقارن ال 1.67 دي، هل هي اكبر من 1.8؟ لو اكبر منها اوتلاير، لا هي مش اكبر منها، تمام، فتعتبر ان هي دي لا مش اوتلاير. فانا كده خلاص، تمام، دي طلعت مش اوتلاير، نوت اوتلاير، اوكي. بيقول لك بقى عيوب الجرابس تيست دي، ان هي بتاسيوم ان كل الداتا بتاعتك نورمال ديستريبيوشن، بتشتغل على هذا الاساس، بس ده مش دايما بيحصل، ان يعني في ظروف ما بتكونش الداتا دايما ايه، نورمال ديستريبيوشن. بيقول لك برضه انها بتشتغل على، بتحسب، بتعمل تيست لبوينت واحد، انت مثلا عندك داتا مثلا فيها بوينت كتيره مثلا بالملايين، انت عشان تيجي تعمل التيست هتعمله كل واحد لوحده، يعني زي ما كنا بنتست، كنا بنتست بوينت واحده، كنا بنتست مثلا الاربعه، انت عايز تعمل تيست ل 300، هتعيد التيست 300 مره لكل مره، ماشي. ده اللي هو الجرافس تيست. هناخد بقى الانتر كوارتال رينج، ده اللي هو الطبيعي عادي احنا عارفينه. اول حاجه عندنا الكيو 1 اللي هو واحد، الكيو 1 الكيو 2 والكيو 3، ماشي، احنا عارفين بنجيبهم ازاي اكيد. المهم هجيب الاي كيو ار عن طريق ان انا اطرح كيو 3 ماينس كيو 1، كيف انا جبت الاي كيو ار، فاشوف اي قيمه اصغر من كيو 1 1 ناقص 1.5 في اي كيو ار، دي تعتبر اوتلاير، او اي قيمه من الناحيه الثانيه، اي قيمه اكبر من كيو 3 بلس 1.5 في اي كيو ار، دي تعتبر اوتلاير، تمام. ده الحاجه اللي بعوض فيها، ماشي. فهو هنا حسب اول حاجه، حسب الميديم بتاعه عادي، ابتدى يشتغل نفس الكلام، حسب الكيو 1 بواحد، الكيو 3 ايه بسبعه، وحسب الايه الاي كيو ار بتاعه بايه
ب 6 ماشي، ويحسب الانترفال بتاعته. هو انا تقريبا عملها غلط، تقريبا عملها غلط، معوض غلط، بس ان هو بيشتغل على الفوت على الكي 1، يبقى كي 1 ماينس ماشي. فهو المفروض هنا تبقى 1 ماينس، مش هو هنا معوض بالميديان، الميديان دي غلط، المفروض يعوض بكي 1. نفس الكلام هنا، هو بيعوض المفروض بكي 3، هو معوض بالميديان برضه، فدي غلطة يعني، معلش. فهو هنا اهو اي قيمة اكبر من كي 3 بلس 1.5 اي كيو ار هنا مثلا، فدي تعتبر اوت لاير، او اي قيمة من تحت اصغر من كي 1 ماينس 1.5 في اي كيو ار، فدي يعتبر ايه؟ اوت لاير. ماشي، ده اكزامبل يعني بسيط جدا، بيديني الداتا دي، عايز الميديان اول حاجه، عامل لهم صوره اختار في النص، مفيش اي مشكله، هكتبهم اختار في النص كده، اختار الكي 1 والكي 3 عادي هجيبهم ماشي، مفيش مشكله. تالت حاجه، وعايز ال 5 نمبر سمري، ال 5 نمبر سمري اللي هو احنا قلناهم المينيما والكي 1 والكي 3 او الكي 2 والكي 3 والماكسيمم، عادي فاحنا هنجيبهم عادي مفيش مشكله. بس والبوكس بلوت. الحل بقى بتاعي، الميديان بتاعي هو 25 من 25، هو حسب الكي 1 والكي 3 حسبهم عادي. طب ال وال وال اسمه ده وال 5 نمبر سمري اللي هو بحسب الاي كيو ار بتاعي، وبحسب القيم الكريتيكال اللي هي بتكون اي حاجه اكبر منها اوت لاير، او حاجه اصغر منها بتكون اوت لاير، اللي هو كي 3 بلس 1.5 اي كيو ار، و اللهم صل على النبي، وكي 1 ماينس 1.5 اي كيو ار برضو. بس وطلع لي يعني الكي 1 بتاعتي، والكي 2 اللي هي الميديان، الكي 3 والمينيمم والماكس بس، ومعايا برضو اللي هي الكات اوف اللي هي القيم الكريتيكال، اللي هي اي قيمه اكبر منها بتكون اوتلير، او هنا اي قيمه، هنا سوري، اي قيمه اصغر منها بتكون اوتلير، وهنا اي قيمه اكبر منها بتكون اوتلير. ماشي، دي القيم الكريتيكال بتاعتي. كده خلصنا طريقه الاي كيو ار. الطريقه بقى بعد كده اللي هي الدينستي بيست، اللي هي ناخدها بتاعت الديب سكان، اللي هو انت بتشوف البوينت قد ايه بعيد عن عن اللي حواليها، البيبر بتاعها مثلا البوينت مثلا متجمعه في كلاستر كده، وفي بوينت كده بعيده، فدي بتعتبر اوت لاير، والالجوريزم نفسها بتاع الدينستي بيست بيعمل لها ايه؟ اجنور زي ما قلنا. ماشي، هنا بس عندنا حاجة اسمها جلوبال اوت لاير، لوكال اوت لاير. تعالى بس نبص على البوينت اللي معانا، معانا ايه؟ معانا بوينت O1 O2 O3 O4، عايزين نعرف مين فيهم اوت لاير ومين فيهم مش اوت لاير. هنبص على اول حاجة O3، ده اوت لاير، ده بعيد عن اللي حواليه، فده اوت لاير ماشي تمام. O1 O2 برضه اوت لاير، لوكال اوت لاير، ان هما بعيد عن الايه؟ عن اللي حواليه، عن الكلاستر يعني. بص الكلاستر ملموم ازاي بتاع سي 1، بص على الكلاستر بتاع سي 1 ماشي، بص البوينت كلها فيها قريبه من بعض ازاي، و1 و2 بعيد عنه، فدي تعتبر اوت لاير ماشي، هما الاثنين يعتبر اوت لاير. طيب الاو 4 دي هل تعتبر اوت لاير؟ يعني ما تعتبرش اوت لاير ليه؟ لان انت اصلا الكلاستر بتاعك معمول سبارس، الكلاستر بتاعك مش ملموم زي الكلاستر ده، الكلاستر لا، المسافات فيه كبيره، فهو فعلا قريب منهم، فهو يعتبر اصلا معاه يعني. الكلاستر يبقى كده مثلا، البوينت اللي هتخش معاهم جوه الكلاستر هيبقى كده، المسافه بتاعتك كبيره، لكن انت هنا المسافات صغيره جدا وانت اللي بعيد عنهم، فانت كده اوت لاير. فهنا بينبهك لحاجه، بانك يعني عندك هنا مثلا المسافه بين O4 واقرب بوينت ليها عشان تخش معاها كلاستر اكبر من O1 والC1 وO2 وC2، ومع ذلك O4 دي مش اوتلاير، دي مش اوتلاير، وO1 وO2 مش دول اوتلاير تمام. فانت عندك دي مش اوتلاير ودي اوتلاير، ليه؟ انت بتشوف الكلاستر اللي معاك دي المسافات كلها قريبه من بعض وانت بعيد عنهم، حتى لو سنه بسيطه، فانت خلاص اوتلاير. لكن انت هنا، انت اصلا هو الكلاستر بتاعك معمول سبارس عادي، مفروض عادي، فانت تطور معاه. بس دي فكره الايه؟ المسألة دي والشرح يعني، قصدي مش مسألة، الشرح. وهنا برضه نفس الكلام، بي 3 دي تبع الكلاستر، بي 1 وبي 2، بي 1 وبي 2 دول اوتلاير، بي 4 برضه اوتلاير لان الكلاستر بتاعك المهم انت بعيد عنه، فانت كده برضه اوتلاير. بس يعني انت بقى في اللي هي اللوكال اوتلاير فاكتور،
بس انا شرحه في فيديو لوحده، هنعمله سكيب في الفيديو وهنزله في فيديو مسألة تانية، فيديو تاني شرح فيه مسألة، سوري شرح فيه المسألة بتاعت اللوكال اوتلاير فاكتور، هشرحها في فيديو لوحده يعني. ماشي، هنعملها سكيب بس، هنزل الفيديوهين مع بعض ان شاء الله. دي الخطوات يعني، بس ان شاء الله مشروع يعني في الفيديو التاني، مهمة جدا وممكن تيجي يعني. آخر حاجة معانا بقى اللي هي بتاعت التنست بيزد، اللي هي الديب سكان. ماشي، الديب سكان هي شغالة ازاي اصلا؟ هي اولا بتشتغل نفس الكلام، بتشوف البوينتس بتعملها تحطها في كلاستر، والبوينت البعيدة دي بتعملها ديتكت، بتعملها اجنور اصلا، اللي هي البوينت اللي مش موجودة في انا كلاستر، مش موجودة في اي كلاستر. اوكي، يعني مثلا عندي هنا ده كلاستر، ده كلاستر، وعندي بوينت هنا دي بعيد عنهم كلهم، دي تعتبر اوتلاير باستخدام الايه؟ الديب سكان. ماشي، كنا فاكرين برضو كنا واخدين قبل كده الديب سكان تشتغل ازاي، كنا واخدين هي بتشتغل بحاجتين، المينيمم ايبسلون وعدد الكورس بوينت اللي المينيمم نمبر اوف بوينتس، عشان نشوف هي ينفع تتحط في كلاستر ولا نعمل لها ديتكت انها اوتلاير. ودي كنا واخدينها قبل كده، مش معانا الايكويشن بتاعتها الحمد لله، بس ايه عليها كلام ايه نظر. تمام، بيقول لك ان هي ممكن تقسم مثلا الداتا بتاعتك للكلاسز، وبتشوف البوينت اللي مش محققه الشروط بتاعتها، تعملها ديتكت وتعملها اجنور بس، وتخليها ايه تعتبرها انها نويز يعني، ما تطنشها. ماشي، فده هنا مثال. عندك اللي هي البوينت بالازرق دي، اللي هو عملها خلاص اجنور، مش انها اوتلاير فعلا، دي اوتلاير اللي هي بالازرق، او عامل كله بالازرق سوري يعني. المهم البوينت البعيده دي، دي اوتلاير ماشي، اللي هو مش حاططها في اي كلاستر. تمام، البوينت اللي في النص دي، دي عادي كلاس، دي جوه الكلاستر، سواء بوردر بوينت او كور بوينت، بيكون واخدين فرق بينهم في الداتا مايننج، بس ده مش الهدف يعني بتاعنا في الماده. اوكي، ده ريكاب برضه بقى على الديب سكان. دي بقى اللي هو عاملها بالوان يعني، اللي بالاحمر دي هنا ده الاوتلير ماشي، وعمل لها اجنور اصلا، دي كلها دي اوتلير ماشي، والاخضر ده الكلاس بتاعك عادي بس. اهو الاحمر كاتب ان هي الاوتلير، والازرق دي البوردر، دي جوه ما تعتبرش اوتلير عادي، والاخضر دي الكور بوينت. المهم انا يهمني فين، انا هنا هدف المحاضره ايه؟ هدف المحاضره ديتكت النويز بوينت اللي هي الاوتلير بوينت اللي هي باللون الاحمر بس. فدي فكره الديب سكان، هو بيديتكت الاوتلير تمام، وبيطلعها انها نويز ماشي. ده المينيمم نمبر اوف بوينتس اللي هي ب 4، والابسلون اللي هي ب 10 يعني، بس ده هو بيشتغل كده يعني الايه؟ الديب سكان. بس يعني كده المحاضرة خلصت.